مساء الخير لكل متابعي الكوره والجماهير في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. وحشتونا الفتره اللي فاتت بصراحه، والنهارده طبعا حلقه ساخنه لاحداث الملتهبه على الوصف الوسط الرياضي، ولكن حلقه النهارده بنكهه الدراويش ونكهه الاسماعيليه، ملوك الصمبا والمانجا. معانا نرحب بضيفنا الجميل نجم الكوره في نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر. نرحب بضيفنا الكابتن طارق الصاوي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير كابتن. نخرج لفاصل بعد اذنكم ونرجع تاني. بعد ما رجعنا لكم من الفاصل، طبعا برحب بضيفي الجميل الكابتن طارق الصاوي، منور برنامج الكره والجماهير يا كابتن طارق. عفوا. متابعي الكره والجماهير، انا هستاذن الكابتن طارق الصاوي في دقائق بعد اذنك يا كابتن طارق. في موضوع طبعا من النهارده في الساحه الرياضيه واللغط والاحداث ملتهبه في الوسط الرياضي، هستاذنك من خلال برنامج الكره والجماهير احنا بنخاطب جمهورنا، جمهور البرنامج. احنا عندنا الاسباب وعندنا العلاج. هستاذنك دقيقه ان انا يعني هناشد متابعي الكره والجماهير. طبعا حضراتكم مترقبين الموقف الان، الموقف لا يسر عدو ولا حبيب. للاسف الرياضه المصريه الان بتدار بالسب والقصف والاهانات والصوت العالي والعنف احيانا، ولكن رؤيه برنامج الكوره والجماهير احنا مش هنتكلم، مش هنجيب سيره حد، مع العلم ده احنا عندنا من المستندات والفيديوهات والاشخاص اللي ممكن تيجي معنا هنا تتكلم في الوضع ده، ولكن احنا برنامجنا نبذ التعصب ونشر الروح الرياضيه. فوجهه نظرنا يا ريت كل جمهور مصر اللي متابعنا، يعني احنا بنقدم لهم رساله من خلال البرنامج. المشكله بتكمن كالاتي: الاسباب والعلاج. ايه الاسباب المشاكل دي؟ انا هلخصها لكم في 5 نقاط. دي اسباب المشكله، والعلاج في نقطتين اثنين. مفيش برنامج رياضي في مصر عنده القدره او عنده المبادره انه يتكلم في النقط دي، ولكن الحمد لله نحن البرنامج الوحيد اللي هيتكلم في النقطه دي. ايه اسباب المشاكل اللي على الساحه الرياضيه الان؟ رقم 1، التعصب الاعمى. يعني ايه تعصب اعمى؟ الجمهور النهارده سواء اهلي او مازال او الزمالك بقى تربه خصبه للمسؤولين في الناديين، ان انا مع الريس صح غلط انا معاه، حتى لا يقوم الجمهور الاخر بالشماته في رئيس ناديه او في مجلس ادارته. ولذلك التعصب الاعمى رقم 1. المصالح الشخصيه من خلال مقدمي البرامج والصحفيين والجماهير، دي مصالح شخصيه كلكم عارفينها، ده عايز يشتغل هنا، ده عايز ياخد موقع هنا. في دي برضو نقطه مهمه جدا. النقطه الثالثه في اسباب المشاكل اللي موجوده على الساحه، التصريحات من قبل المسؤولين واللاعبين القدامى عبر قنوات الاعلام، سواء بقى المرئيه والمسموعه والمكتوبه، ده برضو بند مهم جدا ان المسؤولين لازم تصريحاتهم تخف شويه. النقطه الرابعه، التعرض من كلا الجانبين سواء اهلي او زمالك في برنامج زملكاوي وبرنامج ملك وكتابه، التعرض كل منهما للاخر ومحاوله اظهار عيوب الاخر، دي برضو مشكلة كبيرة جدا. اخر نقطة النهاردة وهي النقطة الخامسة، ودي بصراحة مزعلاني جدا، اللجان الالكترونية سواء من الاهلي او من الزمالك على مواقع السوشيال ميديا، عيب ان انا اقول المأجورة، عيب ان انا اقول اللي هي بتشتغل لصالح في سين او صاد. دول 5 اسباب من المشاكل اللي بتحصل دلوقتي. اراهن اي حد في مصر يتكلم عن ال5 اسباب دول، مش ان احنا علامه، لا، دي وجهه نظرنا. طيب اي مشكله لها علاج؟ العلاج هيتمثل في نقطتين اثنين. رقم 1، لابد جلسه صلح
من خلال وزير الشباب والرياضة انه يجمع مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك بمباركة الجهات الأمنية ومباركة رئيس الوزراء. ده شرط أساسي لأن الوضع لا يبشر بالخير، فيجب جلسة صلح في أسرع وقت. رقم 2 وبرضو نقطة لا تقل أهمية عن النقطة الأولانية، وضع رقابة صارمة وتجريم ومعاقبة المواقع على السوشيال ميديا في حال التعرض من طرف إلى طرف. ده العلاج في نقطتين. مش هتكلم كتير لأن معانا حلقة إن شاء الله هتعجبكم، نجم من نجوم الزمن الجميل كابتن طارق الصاوي، الحاوي بقى عايز تقول، ملك النص عايز تقول، الكرة الجميلة والصمبة والسمسمية، معانا نجم بقى نتكلم كرة شوية ونبعد عن المشاكل والعلاج والكلام ده. وأنا مستمتع جدا إن معايا نجم بحجم الكابتن طارق الصاوي، إن شاء الله هتستمتعوا معايا النهاردة. طبعا انا اسف يا كابتن طارق يعني ان انا خدت من وقت حضرتك دقيقه او دقيقتين، بس كان لازم ننوه عن المشكله دي. هي مشكله يعني واضحه سببها وجهه نظري هي عمليه يعني التطوير اللي حصل بالذات في النت وكلام ده. طبعا مواقع السوشيال وكل الناس بتعمل حساب للناس دي، يعني في ناس كتير بتطلع تتكلم بلسان حد واخبار كده، وده غلط طبعا. لا طبعا لازم ود نادي الاهلي او نادي الزمالك، انت بتتكلم على القدام الناس الناديين اللي هم اكبر ناديين يعني في الشرق الاوسط كده، موجود الكابتن صالح الله يرحمه او مصطفى جلال ابراهيم او ناس كتير كانوا عندهم يعني متعقلين. كان انا حضرت يمكن موقف عند دكتور عبد المنعم عمارة في سنة من السنين سنة 90 على ما اعتقد، كان قاعد مع الاثنين بتاع حاجة طبعا حاجة قيمة قيمة طبعا سيادة المستشار. الموضوع محتاج ان لازم انا حتة الضمير، حتة مش موضوع ان انا عايز اكسب بونت على حد اطلع اتكلم. زي ما حصل مثلا موضوع كابتن اسامة نبيه مثلا، موضوع محل، موضوع صعب يعني فعلا مش عايز انا اتطرق ليه، لكن صعب ان انا اكون راجل مسؤول او بلعب او الكلام ده عشان بحب نادي او الكلام ده. مش عيب ان انت انك تحب النادي، حب وشجع انك تجرح في حد في تاني. حد تاني فدي مشكله. صح. ان انت عايز تكسب بونت او كلام، مش مانيش دعوه بكابتن اسامه، راجل حبيبي وصديق وراجل محترم، لكن انا بتكلم هي دي للاسف ان انت بتروح تمشي ورا ناس. الناس دي مع احترامي ليهم بلا تعرف، في ناس بتشجع بس انا ما تعرفش يعني حتى اللعبه اللي انت بتلعبها او انت بتشجعها. في ناس ساعات ما يعرفوش اللعيبه حتى بتاع الفرقتين او مين مجلس اداره، حاجات في حاجات مهمه اللي هو التعصب الاعمى طبعا. ده اعمى تعصب اعمى طبعا. فاحنا ما نقلدش بره جيرنا يعني. صح. الموضوع مختلف يعني، النظام مهم جدا يعني. طبعا نترك الخلافات جانبا ونستغل وجود الكابتن طارق الصاوي معانا النهارده. نطلع نشوف فيديو الاول يا كابتن طارق. نادي الاسماعيلي بقى والصامبا وبرازيل مصر، نشوف الفيديو كده يا اميره بعد اذنك، وهو بيحتفل بالدوري كده. انا عايز بس نشوف مظاهر الفرحه في الصامبا في الدراويش يعني. وحصوله على درع الدوري العام لكرة القدم موسم 2001-2002. مبروك للنادي الاسماعيلي، مبروك لجماهير النادي الاسماعيلي، مبروك لمجلس ادارة النادي الاسماعيلي، ومبروك للجهاز الفني والاداري ولاعبي النادي لبس ابراهيم عثمان. كانت صعبة مش كده؟ اكيد طبعا، اديك شايف في اخر ماتش ابتداء لمين يا كابتن؟ جمهور اسماعيلي كل مكان بقى يعني زي ما انت شايفين اعزائي المشاهدين، صعب جدا. كابتن خالد الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. نقول بعد جهد طويل وموسم طويل جدا الاسماعيلي بيساوي جهوده النهارده بيفوز بالدوري. بتهدي البطوله لمين يا كابتن خالد؟ بعد البطوله الماتش الغلابه دي كلها اللي بتلعب الساعه 8 وقاعد بالاستاد. الف مبروك اسماعيلي كل رب العالمين. الحمد لله، الواحد يحمد ربنا وبيشكر ربنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. الجمهور كله بيحيي بركات، ويمكن احنا دلوقتي بنلاقي صعوبة كبيرة جدا في التسجيل مع اللاعبين.
طبعا حضراتكم شفتم الجمال والمتعه والروعه، احنا مفتقدين حاجات كتير قوي في الرياضه المصريه يا جماعه. شفتوا ما اروع جمهور نادي الاسماعيلي، انا اكاد انا قاعد دلوقتي بتفرج زيكم، انا بتحرك من على الكرسي يعني من زمان افتقدنا لفرحه الجمهور في المدرج. وبعدين بقى فرحه الاسماعيليه بتختلف ولا ايه يا كابتن طارق؟ يعني جمهور الاسماعيليه ده زواق يعني برازيل مصر. صح، الدوري جه بعد يمكن بعد سنه 90 91 2002 ده كابتن مصطفى صلاح، وكان موسم صعب جدا. صعب. كان منافسه لاخر مباراه مع النادي الاهلي، جيل قوي بركات، وكانت فرقه وعطيه وحسني، لا فرقه تقيل يعني. انا فاكر ان الموسم ده كابتن كان اخر مباراه المصري البورسعيدي كان 3-2 صح، ووصل الماتش كان تعادل، وكان المحله الاهلي كان بيلعب كان كسبان بس ما كانش جون جه الاخير ده كان جون طبعا ليه كان عمرو فهيم اعتقد. فماتش كان ماتش قوي يعني، كابتن انور طبعا ماسك نادي كابتن محسن صالح، لا كابتن انور كان ماسك نادي المصري، فطبعا راجل مدرب مش عشان نادي اهلي او نادي عادي، لعب فير يعني. أيوه. الموضوع ما فيهوش، ودي حلاوه الدوري يعني، حلاوه الدوري اللي جه بشق الانفس يعني. كسبت في ماتش كان الناس بقى متوقعه ان الماتش هيبقى سهل والسيناريو مختلف فعلا، لكن الماتش لا بالعكس، الماتش كان في ند النادي المصري كان ند الاخر دقيقه. طبعا ماتش حلو، الماتشات الحلوه من الماتشات النهائي الدوري حلو ممتع فعلا، سواء كان بتتابع الاهلي وبتتابع الاسماعيلي. كان فترات كتيره النادي الاهلي اخذ من الاسماعيلي في 94 دوري، وبعد كده برضو في سنه قبل كده برضو ماتش فاصل في 91 الاسماعيلي اخذ منه في المحلة. فاصل في المحله فعادي يعني في منافسه جميله. طبعاً. ودي الاجواء اللي احنا بننادي بيها كابتن طارق بقى، هي دي الرياضه بقى اللي احنا عايزينها. الرياضه ايه؟ الرياضه يعني ايه؟ الرياضه في القران يعني. تمام. حته الادب والاحترام والالتزام ده مهم جدا، لكن حته فعلاً. الهمجيه بقى والسقيه واللي لا دي مش رياضه، انت كده خرجت بعيد عن الرياضه. لا طبعا الرياضه النهارده، بص انت البرازيل في بلاد كتيره الرياضه بالنسبه لهم دي ده موري يعني، لسه حتى الدوريات الاوروبيه هترجع على الرغم من عندهم مشاكل، كانوا ان بياخدوا منها فلوس مقابل مادي غير عادي. ايوه زي السياحه، زي حاجات كتيره جدا، صناعه كره القدم صناعه فعلا. لابد ان احنا يبقى في عندنا المسؤولين ياخدوا بالهم من الحاجات دي، مهمه جدا ان يبقى في شكل جديد، يبقى في نظام، في حاجات كتير احنا تنقصنا. أيوة. مفيش حاجه اسمها مجاملات، مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد اجل مؤجلات والكلام ده عشان ده، لا الكوره بره مختلفه تماما، مفيش عواطف. انت عايز تبقى كويس ليه بره الناس ناجحين؟ ان في نظام والكلام ده، في عقاب، مفيش عقاب بيبقى على حد وحد، لا صواب لا وده لا، لابد مفيش ميكالين، لابد هو حاجه واحده، معيار واحد طبعا هو العدل. انت تعدل بين الناس والكلام ده في كله، يمكن احيانا الناس بتتكلم عن التحكيم. ايوه وفعلا الحكم مش قاصد، ده هو من جمال كده. من جمال الكوره اخطاء التحكيم يا كابتن. طبعا انا واحد من الناس يعني الفار حلو وعادل والكلام ده، بس الاول افضل فعلا. بتقعد ممكن فتره ممكن لعبه تبقى نفس اللعبه وما تتحسبش، مظبوط، لان الحكم اللي في الفار هو نفس الحكم، مظبوط، هو بني ادم من البشر. حالات كره القدم من اي حد ممكن يخطئ فعلا، فهي بتبقى حلاوتها في الحاجات اللي في اخطائها. صح، حاجات مش متوقعه. تمام. طبعا انا عارف يا كابتن طارق ان نادي الاسماعيلي ونادي المصري لهم مكانه خاصه عندك في قلبك. طبعا احنا بنبارك لنادي المصري بالمئويه كل 100 سنه وهم طيبين. جمهور المصري لا يقل اهميه عن نادي بورسعيد، عن نادي الاسماعيلي. طبعا هما الاثنين بالنسبه لي، انا رحت نادي الاسماعيلي وانا عندي 16 سنه من نادي بورفؤاد. تمام. انا مواليد بورفؤاد، البدايه يعني. بورسعيد اكيد نادي المصري اكيد بلدي طبعا، انا بحبها. تمام. وبعشقها وبحب نادي مصر وبعشقه نادي مصر، اللي هو فضل عليك سواء كلاعب او أيوة. كمدرب زي نادي الاسماعيلي اللي هو فضل في على اسم طارق الصاوي اللي هو الفضل اكبر كلاعب يعني. تمام. لكن نادي مصر اكيد مقويه. نادي الاسماعيلي بحكم ان حضرتك قعدت فيه 12 سنه. ما هم نادي مصر والاسماعيلي على طول يجوا بعد نادي يعني، والاتحاد يجوا بعد نادي الاهلي والزمالك، بتكلم عن انديه الجماهيريه. على فكره انا برضو يعني ان جمهور الاسماعيلي برضو محملني امانه. احد الصحفيين بيقول ان الضلع الثالث للكره المصريه بيراميدز. انا بقول له من خلال برنامج الكره والجماهير اعتذر، انا اسف، اعترض، الضلع الثالث هو نادي الاسماعيلي. لا طبعا اقول لك بدليل يعني، اصل الماده ده اسم نادي، الاسم نادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد، جماهيريه يا كابتن. طبعا جماهيريه كبيره. بتكلم على محافظه، بتكلم على نادي يعني ليه بقاله كام سنه. طيب انت نادي ممكن وارد ان رئيس النادي يمشي في بيراميدز او التارجت اللي هم عاملينه او الشكل اللي هم عاملينه الفتره اللي جايه انه يختلف، بدليل انا متاكد ان العقود هتقل، والكلام ده كان هاني سعيد بيقوله امبارح. أيوه. فاكيد شيء طبيعي ان الموضوع اختلف، لكن نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المصري ونادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد دي انديه لها
تقل كبير زي ما سوزان ده كتير نزلت وما طلعتش يعني فتره سكة الحديد للمحله غزل المحله في فرق شعبيه انديه شعبيه المريخ الانديه كتير لعبت فترات اكتر بكتير من بيراميدز تمام فالحكم متسرع هو المريخ بمناسبه نادي المريخ بورسعيدي برضه يا كابتن نفس الشعبيه للنادي المصري في بورسعيد ولا بيقل شويه المصري طبعا الشعبيه الاولى زي نادي القناه والاسماعيلي اكيد نادي الاسماعيلي طبعا الشعبيه الاولى نادي الاسماعيلي والقناه يبقى الاسماعيلي طبعا زي مثلا الاتحاد وسموحه يبقى الاتحاد في اسكندريه مثلا 7 8 سنين ده ممتاز لكن نادي المصري بقاله سنين المصري ده تاريخ طبعا المصري مثلا لعب 90 سنه او حاجه 90 سنه فالموضوع بيختلف طيب في سؤال برضو يعني خلي بالك اكتر الاسئله اللي انا بسالها دي من جمهور الاسماعيليه والله بجد إيه كابتن طارق بعيد عن الانظار يعني انت فين من النادي المصري وفين من نادي الاسماعيلي يعني لا نادي النصر عادي انا اشتغلت مدير فني في نادي النصر ومدير قطاع ناشئين في نادي النصر واشتغلت مدرب عام مع مدربين اجانب كتير تمام وشغلت نادي الاسماعيلي يعني مش انا بعيد انا قعدت 12 سنه في نادي الاسماعيلي وبعد كده رحت نادي النصر سنتين برضو من سنتين كويسين ورحت بعد كده 3 سنين مريخ وثلاث سنين مزارع دينا ايوه برضو قضيت وحاليا بور فؤاد وحاليا النادي اللي انا بدات فيه فانا حبيت ان انا السنه دي ان انا اشتغل فيه مجلس اداره محترم باشمهندس احمد بربالي استاذ رمضان مجلس اداره كلهم ناس محترمين استاذ احمد طنطاوي كل الناس محترمين حتى تمام. الجهاز اللي معانا بشكرهم بالمناسبه يعني الموضوع مختلف الموضوع في بورسعيد يعني طبعا برضو النادي بور فؤاد من الانديه القديمه يعني قديم بس ما صعدش ممتاز لا صعد صعد ممتاز بور فؤاد لا لعب ممتاز اكتر من المريخ يعني لعب في السنين قبل كده كتير قبل كده قبل يعني نادي المريخ في البدايات طبعا في بدايه الدوري في المصري لا نادي بور فؤاد لعب فترات كتيره تمام في لعيبه اجانب فيه وكلام ده تاريخ واقامته في بورسعيد برضو طارق اسامه خليل طارق سليمان كل ده ابناء بور فؤاد كتير لعيبه كتير مش عايز اقول انسى اسماء كابتن مصعب عندي لعيبه كتير بدأوا في النادي كابتن عبد الرحمن ناس كتير اللي بدأوا في النادي كابتن علي عمر كتير عايز الدين عوب احمد يعقوب كل دول كل ده بور فؤاد كل ده بور فؤاد في او كابتن السانج ناس كتير مش عايز انسى يعني كان ناس في ناس كتير لعبوا وبعدين راحوا كابتن محمد عيد كتير يعني ناس كتير راحوا من هنا وراحوا طب العلاقه بقى بين المريخ والمصري وبور فؤاد العلاقه طيبه وفي تعاون طيبة مشترك العلاقه عندنا يعني بورسعيد مش عشان أسرة واحدة او كلام لا الناس محترمين وفي تفاهم بينهم ما فيش حته يعني عكس انديه انا او بلاد انا رحتها بقى في تراشق وفي كلام لا انا كلهم مجلس محترم متعاونين لا متعاونين في تعاون وفي حب للبلد ونادي مصر يعني مئويه يعني وفي كان سياده الرئيس لسه مصدر قرار بتجديد وترميم الاستاد والكلام ده دي خطوه برضه حلوه مشكور عليها طبعا ودي اهتمامات الدوله ان انت بقى عندك كذا ملعب كويس واحنا شفنا كاس الامم اللي فاتت للاستعداد والجمهور والناس كان حاجه تفرح وقت بجد هو ده المصريين هو ده الحاجه اللي احنا بنحبها عايزين كمان نبعد عن السلبيه وخلينا في الايجابيه تمام يعني لما نبقى في ايجابيه بقى افضل مش لازم بقى في موضوع يبقى زايد يعني صح. زي موضوع كورونا الناس لازم نتفائل صح. لازم نحارب اي حاجه عشان تعيش هو ده الحياه انك تحارب عشان تعيش تمام طيب الحقيقه كابتن طارق برضه بيجيني رسائل كتير قوي حضرتك لعبت بقى في نادي الاسماعيلي كابتن حازم كرم كابتن حمدي نوح محمد حازم كابتن المرحوم محمد حازم خالد كرم ده في نادي المحل بس انتوا كنتوا جيل يعني بنقول بقى السمسميه برضه بس في الاهلي في الاهلي الجيل حمدي نوح ده طبعا فرود ولا اروع موهوب طبعا يعني بنتكلم على المهاجمين على بجريشة او كابتن حمدي او كابتن خطيب او كابتن مصعب نور تمام او كابتن جمال في ناس كده لهم يعني الناس القدام كابتن شاذلي دول حاجه وجاب تبع طبعا حسام بقى وناس كتير بقى تمام صلاح كل واحد ليه شكل وليه لون طب هل الكوره برضو في وقت في الجيل بتاع حضرتك يعني النادي الاسماعيلي النهارده بيحتل المركز التاسع يا كابتن انت شايف ده الوضع الطبيعي النادي الاسماعيلي لا طبعا النادي الاسماعيلي ونادي المصري يمكن الذات الموسم ده بعيد شويه النادي المصري يمكن الفتره اللي فاتت كان افضل شويه من النادي الاسماعيلي كمراكز وكاداء السنه اللي فاتت مثلا مصر بقاله سنتين ثلاثه كان حسام حسن عامل الطفره دي عمل طفره كويسه وصل نهائي كاس مصر مع النادي الاهلي نهائي كونفدراليه وثالث يعني مرتين ثالث دي حاجه كويسه طبعا قبل كده كان فيه هبوط لا دي حاجه طبعا تحسب وبعدين انا دايما بلاحظ حاجه برضه كابتن طارق في الدوري المصري اما يبقى مستوى الاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري مستواهم بيقارب من النادي الاهلي والزمالك بتتفرج على دوري قوي طبعا وبيفرز منتخب مصر قوي في الفتره دي المقاولين العرب والاتحاد كويسين طبعا تخيل انتوا المصري والاسماعيلي في حالتهم ومعاهم مثلا المقاصه برضو بعيد وام بي في انديه بعيد يعني مش ده المستوى اللي احنا كنا ان احنا بنأمله لما تبقى عندك كذا فرقه كويسه بيبقى الدوري قوي دي مش الدوري الانجليزي يعني الدوري الانجليزي كان دوري الاسباني فتره هو اللي راكب رقم واحد دلوقتي بقى الدوري الانجليزي رجع تاني برقم واحد والاسباني رقم اثنين طول ما انت عندك لعيبه وطول ما عندك
يعني حته المنافسه بتفرق، لكن هو الموضوع بس محصور بين اهلي وزمالك مش هينفع، يبقى الموضوع صعب. صح. لكن النادي الاسماعيلي ومصر محتاجين ان هم يدعموا اكتر، محتاج انك تعتمد على ناشئين، ان يكون هذا استثمار زي بيراميدز. أيوة. تجيب لعيبه، يعني ما ينفعش تجيب لعيبه وما تجيبش. هروح برضو لسؤال مهم جدا، يعني انت ممكن حضرتك تكون شايف، هل هناك فعلا بالفعل مشاكل في النادي الاسماعيلي؟ وايه يا ترى ايه يعني ايه المشكله بالتحديد؟ يعني بصفتك برضو نجم من نجوم الاسماعيليه اكيد شايف المشكله وشايفها فين وعلاجها فين. لا والنادي الاسماعيلي اكيد باشمهندس ابراهيم هو اللي كان رئيس نادي لما احنا اخذنا الدوري، يعني كان موجود الكابتن، كان هو المشرف على الكره المحليه، كان المهندس اسماعيل عثمان موجود ايامها، لكن هو طول عمره يعني عنده فكره وعنده اداره، ودي حاجه ناجحه يعني اللي هو المهندس ابراهيم عثمان. ممكن انت الفتره فاتت بعت لعيبه، ما المشكله ما بتعرفش تحافظ على لعيبتك، يعني حتى النادي الاهلي. أيوه. كان ناس النادي الاسماعيلي بيشتكوا من النادي الاهلي، النادي الاهلي اخذ لعيبه كتير من النادي الاسماعيلي، ودي حقيقه. دي حقيقه. جاء واحد تاني شيك ترك عامل حصل ده كله في كل الانديه تاني، ابتدى ياخد اللعيبه من النادي الاهلي والزمالك، وده بيراميدز البقال الاقوى، مش أيوه. اقوى البقال مع فلوس، بدليل ان ده اسعار لعيبه. انا صراحه ربنا بستغرب ان الاسعار لعيبه كان الاسعار دي ايامكم يا كابتن طارق. مفيش، انا مثلا ادخل لعيب عندنا في نادي الاسماعيلي ممكن ما يكونش مثلا في ال 12 سنه كنت موجود فيهم ما خدش مثلا 10000 جنيه بجد بجد حقيقة. في الموسم كله ولا في الموسم كله ما يحصلش 10000 جنيه اللي هي النجوم، مفيش مقدمات. النجوم اللي احنا بنستمتع بيها بقى بعد سنه 90 ابتدت الفلوس تزيد شويه، ما كابتن جور وصلنا كاس عالم ابتدى في احتراف، بقى لعيب بياخد 15 20 ابتدى بقى الامور تزيد، لكن ما جاش في تركي الموضوع كانك في بورصه، الموضوع ضرب جامد قوي. يا كابتن معلش مع احترامي للاجيال اللي موجوده دلوقتي، طب ما انتوا لو الارقام دي معاكم انتوا ممكن تخش بقى في، يعني ممكن الكابتن طارق الصاوي بعقده مليار، يعني الموضوع مش طارق الصاوي مش 15 مليون بقى و40 مليون زي دلوقتي. يعني زمان اتكلم على المحله اسماعيل المنصوره في خمس ست اسكو، كل الفرقه دي كانت فرقه قويه في يا كابتن، وهم 12 نادي. كنت تيجي تلاقي مثلا في الانديه اللي حضرتك بتعدها في كل نادي كده خمس ست لعيبه فايف ستار، يعني ما كانش فيه احترام، محدش بيمشي. يعني كابتن خطيب يعني في النادي الاهلي جه العقود، واحنا جالنا لعيبه كتير، جالنا عقود ما كنا نعرف افريقيا في فرنسا، يعني محدش عارف يمشي قاعد. انك قاعد يعني الانتماء بقى الثمرات ابديه، قال اذا النادي مشاك. لكن الفرق دلوقتي بقى الموضوع مفتوح. طب هل انت مقتنع، حضرتك مقتنع بالارقام اللي موجوده على الساحه في الوسط الرياضي الان؟ لا مش مقتنع، يعني مفيش لعيب في مصر يستاهل الارقام دي. في لعيبه تستاهل بس مش الارقام دي، يعني عندنا لعيبه مبهرين او لعيبه عندها قدرات. تمام. عشان كده سعرهم عالي بس مش بالارقام اللي احنا بنسمعها. يعني مش بالارقام، يعني حسين مثلا النادي الاهلي اشتراه ب 100 مليون او مثلا اسمه ايه الولد الصغير بتاع ام بي اسمه صلاح ايه صلاح محسن، صلاح محسن كتير، مبلغ كبير ما لعبش بيه يا كابتن، ده ما لعبش بيه في النادي الاهلي، غير مؤثرين لغايه دلوقتي. حسين لعيب كويس طبعا، كان بيلعب باك والكابتن عماد هو اللي غير مكانه. تمام. لكن غير مؤثر بالشكل اللي احنا كنا يعني احنا بنشوفناه، بالعكس انا شايف رمضان صبحي السنه دي افضل منه، انت فاهمني؟ طبعا كتير. فانا دي مشكله مع دي اللعيبه، هنتكلم لعيب سلعه، لما يكون لعيب بيأدي كويس بيبقى سعره كويس، لكن احنا عندنا لعيبه حطيناهم في مرتبه او في مكانه كبيره وهم ادائهم بعيد تماما. طب ده ممكن عن الثمن عن الثمن المدفوع فيه. طب سبب ده ايه يا كابتن؟ سبب ده حتة انك بتجري ورا لعيبة، ده عدم انتقاء. يعني انت ممكن تنتقي، يعني انا شايف الممتاز به حاجة الجماهير فيها اكتر من ممتاز الف، ده حقيقة عندها كتير. ممكن كل اللعيبة دي كلها ممتاز به، اغلبية دوري مصر لو تتكلم عن اللعيبة 90% منهم من الدرجة اللي تحت او اللي تحت من الممتاز به فعلا، انك بتدور على اللعيب ده عشان تجيبه وكبره وتعمله ويبقى لعيب كبير تعرف تبيعه بسعر كويس. طب ناخد مداخلة الاولى يا كابتن طارق. الو. ايوه الو. طب اتصلي بيه تاني بعد اذنك يا استاذ امير. ماشي يا كابتن طارق كمل. فالموضوع بيختلف، يعني انت بتتكلم على الارقام، على الارقام طبعا. ارقام يعني بصراحه فيها حاجات بعيده قوي، يعني دليل في لعيبه من دون اسماء، في لعيبه ممكن نقولها في انديه مثلا في الجيش، مثلا كريم طارق مثلا لعيب كويس. ما تيجي تقارنه باي حد من اللي احنا قلنا اسمائهم. ايوه. هتلاقيه هو افضل وجهة كويس. نظري كويس. قوي سريع اصغر سنا، وممكن تلاقي رقمه باخد 300000 400000 في الجيش، وواحد تاني باخد 100 مليون. طب صعب. المعايير دي مين اللي بيحطها يا كابتن؟ المعايير دي اللي بيحطها النادي لابد يبقى عنده لجنه فنيه، النادي لابد يبقى عنده
حد بيعرف يقيم اللعيب كويس. مش كويس. اي حد ممكن يقيم لعيب، لازم يقيم لعيب يكون حد فعلا موجود في المهنه عينه بتاع كوره. احنا عايزين نرجع بقى لعبده البقال زمان يا كابتن طارق. العالم كله كده، برشلونه أيوه. كده، ريال مدريد كده، ليفربول كده، لازم اللي يكون موجود ده يكون حد حد ممارس ومش اي حد. صح. وحد عنده عين كويسه. والنادي الاهلي، النادي بقى الاهلي مثلا زي مثلا الكابتن عادل كده مثلا، هو بتاع. لكن انت بس في لجنه انت بتقول شفنا مثلا كابتن احمد سعيد كويس، فاحنا جبناه علشان الراجل ده خلص، هو بدي شغلته. ايوه. لكن مش شغلته هو اللي يجيب، مش هو اللي يقترح عليه. طبعا. صح. ايوه صح. لازم يبقى عندي عين في النادي تختار. لكن احنا بنتكلم، دي حاجات مجازفه. لكن على النادي الاسماعيلي، اكيد ممكن احيانا يبقى فيه توفيق وعدم توفيق. ممكن يكون انت برضو جايب لعيبه الباشمهندس ابراهيم او اللجنه الموجوده معاه، بس ما حصلش توفيق. او انت مثلا مراقب في لعيب فلان كان في نادي كويس وجي عندك مش كويس، مبقاش كويس. على فكره يعني في لعيبه كتير وده بيحصل، بتخرج من انديتها ما بتلعبش في حته تانية، ما بيندمجش مثلا، ممكن الاجواء ما يعرفش يتعود عليها. فعلا الانديه الجماهيريه صعب. النادي الاهلي عايز رقم واحد. انت لو جبت لعيب لو انت النهارده مش كويس هتلاقي الناس كلها هتبقى ضدك. مظبوط. فتمام. انت بتدور على اللعيب اللي يعرف يتعايش في الحته دي. وفي لعيبه تلعب في انديه شركات احسن ما تلعب، وفي مدربين كده مش لعيبه، مدربين بدون ذكر اسماء ما نجحوش مع اي نادي جماهيري، لكن مع الانديه اللي ما عندهاش جماهير او روما بقى فرض سيطرته في اريحيه بالنسبه له. طبعا الضوء مش متسلط عليه، ياخد براحه انه يجيب اللي عايزه والكلام ده. لكن في انديه جماهيريه هيجي يقول لك لا جبت ده ليه ومشيت ده ليه والكلام ده. فيما انديه ممتاز بيه فعلا بيحصل الكلام ده، بيحصل الكلام ده. طيب حضرتك في برضو يعني حديث دلوقتي الساعه في الاسماعيليه، رحيل باهر المحمدي هل هينتقل للنادي الاهلي؟ عادي. لو انت باهر محمدي غير باهر محمدي، الكوره ما بتقفش على حد. لو باهر هيجيب فلوس كويسه النادي الاسماعيلي ليه لا؟ وجهه نظري طالما اللعيب ديني دي هو عايز خلاص، ما ينفعش ان انا قاعد لعيب. طيب هناخد المقابل المادي. استاذنك تقول الو يا كابتن طارق. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن طارق تحياتي لحضرتك ومنور الدنيا. حبيبي ربنا يخليك. انت لما عرفت مين معانا يا كابتن طارق؟ حبيبي حبيبي يا كابتن طارق. عرفت اكيد. مين معانا؟ اكيد كابتن طارق عبد ربه. مساء الخير منور الدنيا. حبيبي يا كابتن طارق. مساء النور يا استاذ احمد، وتحياتي لحضرتك وللنجم كابتننا الكبير الكابتن طارق الصاوي. الزمن الجميل بقى يا كابتن طارق. اكيد طبعا كابتن طارق يعني مثل اعلى لينا كلنا، كنا نحب نتفرج عليه دايما في نص ملعب النادي الاسماعيلي. طب ايه رايك بقى في اللقب بتاعه، ملك النص ولا الحاوي؟ لا هو بصراحه يعني انا كنت بحب اتفرج عليه يعني دايما من اسرع اللعيبه اللي كانت بتجري بالكوره وبترقص، فلقب الحاوي يعني هو اللي يليق عليه اكتر يعني. طيب انا كنت عاوز اسالك بعض الاسئله في عجاله يا كابتن طارق. اتفضل. والاسئله دي صدقني بجد على لسان جمهور الاسماعيليه. اتفضل. انت ليه تم استبعادك من جهاز تدريب قطاع الناشئين في النادي؟ والله يا استاذ احمد يعني الحمد لله الواحد اشتغلت طوال 7 سنوات في قطاع الناشئين. تمام. في النادي الاسماعيلي وتدرجت من مدرب لمدرب عام لمدير فني. تمام. اشتغلت مع مدربين محترمين زي الكابتن طارق زين والكابتن عطية صابر والكابتن احمد فكري. ولكن يعني الموسم اللي فات ده اتفاجئت باستبعادي من قطاع الناشئين دون اسباب يعني. هو طب انا هقول لحضرتك الاسباب، لان انت ممكن تكون متحفظ شويه يا كابتن طارق. هل بعد اعتزال الكابتن حسن عبد ربه تم عزل او استبعاد الكابتن طارق؟ والله وانا مش عاوز يعني اقول كده، لان الحمد لله انا راجل ليا شخصيتي وراجل لعبت كوره، مش راجل يعني. تمام. الكابتن طارق الصاوي من الناس اللي اتفرجت عليا او ممكن اكون حتى اتدربت تحت ايده، فالحمد لله اشتغلت بما يرضي الله داخل النادي الاسماعيلي. واللعيبه اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي سواء محمد ديومي او حازم مرسي او محمد الضرف او محمود البدري، دول كانوا من تحت ايدينا انا والكابتن عطية صابر. يعني برضو ما قلتلناش سبب الاستبعاد ايه يا كابتن طارق. لا انا مش يعني انا بقول لحضرتك مش يعني انا نفسي مش رابط نفسي بوجود حسني او مش وجود حسني. انا لو انا يعني استبعدوني عشان حسني دي حاجه تبقى يعني محزنه يعني، لاني
الواحد صعب ان هو يرتبط في نادي عشان خاطر اخوه نجم كبير او حاجه زي كده. لو انا ماليش في التدريب او انا انسان مش ذو مؤهلات مش هبقى موجود في النادي الاسماعيلي يعني. لا انت قيمه كبيره يا كابتن طارق، واي نادي يتمنى الكابتن طارق عبد ربه. والله يا استاذ احمد يعني انا الحمد لله مقتنع ان ده رزق، و طبعا. يعني احنا اشتغلنا في فتره الحمد لله خدنا تاني جمهوريه قبل الاهلي والزمالك وانبي في وجودي مع الكابتن عطيه صابر، وكنا ماسكين فرقه 2000 وتم استدعاء 8 لعيبه المنتخب مصر مواليد 99 من الفرقه بتاعتنا. في الوقت اللي الموسم اللي فات ده قطاع الناشئين يعني مش عاوز اقول لحضرتك جميع الفرق سوء نتائج يعني. سوء نتائج. طيب انا هرد من حضرتك سؤالين مهمين جدا يا كابتن طارق، برضو لان انت نجم كبير والمتحدث الرسمي للكابتن حسني عبد ربه ايضا. هل الكابتن حسني عبد ربه هيترشح لرئاسه نادي الاسماعيلي الدوره القادمه؟ وهل الكابتن حسني عبد ربه مستبعد من اي منصب داخل نادي الاسماعيلي الان؟ دول سؤالين والله. سؤالين والله. مش عاوزين بقى يعني دبلوماسيه في الاجابه يا كابتن. لا والله ما في دبلوماسيه ولا حاجه، بس هو انا برضو يعني حسني قيمه وقامه تمام داخل النادي الاسماعيلي تمام. وهو شاف ان التوقيت اللي هو خلاص ان هو مش هيقدر يدي للنادي الاسماعيلي قرار خده، خد قرار الاعتزال. القرار اه طبعا ده زعل ناس كتير واكيد يعني الاداره خدت موقف منه. موضوع بقى ان هو يترشح للنادي الاسماعيلي او مش حاجه، هو صرح اكتر من مره ان هو ده حلم بيحلمه زي كده بالظبط، لما حلم ان هو هيبقى نجم كبير وعنده طموح انه يبقى نجم كبير في النادي الاسماعيلي وفي منتخب مصر وحقق ده تمام. فهو حلم مشروع ليه ان هو يحلم برئاسه النادي الاسماعيلي، ولكن انا شايف ان الدوره الجايه يعني اكيد هيبقى صعب ان حسني يترشح للرئاسه على طول يعني. صعب انه يترشح الدوره القادمه. انه يترشح للرئاسة، انما هو ممكن لو في قايمة مثلا منسجمة وقايمة ذو قيمة تدير النادي وعرضوا على حسني التواجد مثلا في منصب في مجلس الادارة اكيد مش هيتأخر يعني. إيه انت اسعدتنا بالمداخلة الجميلة دي يا كابتن طارق، وان شاء الله تبقى معانا ضيف هنا في البرنامج ان شاء الله. انا بس في النهاية عايز ارحب بالكابتن طارق، وعايز اقول لحضرتك ان الكابتن طارق مش واخد يعني حقه في التدريب. الراجل ده مدرب على مستوى عالي وما شاء الله طلع لعيبة كتير، وانا بتمنى ان انا اشوفه في الدوري الممتاز سواء في النادي الاسماعيلي او في النادي المصري. حبيبي طارق بشكرك على الكلام الجميل ده. طبعا انت عارف علاقتي بحسني مجروحة اكيد شهادتي يعني. حسني لعيب كبير من افضل لعيبة في وجهة نظري يعني، الفترة بتاعت كابتن حسن شحاتة الثلاث بطولات حسني عبد ربه، وبالذات حسني بعديه شوقي احمد حسن احمد فتحي يعني، بعيد عن ابو تريكة واللعيبة عصام والناس اللي هم النجوم دول، ناس مؤثرين جدا في الثلاث بطولات دول. اكيد فعلا يعني دول جنود مجهولين مجهولين فعلا. احسن اتنين ديفندرات في وجهة نظري جم منتخب مصر حسني عبد ربه ومحمد شوقي. شكرا ليك يا كابتن طارق، وان شاء الله تبقى ضيف معانا في برنامج الكره والجماهير يا كابتن طارق. ان شاء الله استاذ احمد، وشرف ليا وجودي مع حضرتك ومع الكابتن طارق، وشكرا لاسره البرنامج. شكرا وسلامنا للكابتن حسني عبد ربه. كابتن طارق الصاوي، بمناسبه بقى المداخله الجميله من الكابتن طارق، اسال حضرتك سؤال بس يا ريت يبقى اجابه صريحه يعني. لا انا على طول صريح. لاعب اسماعيلاوي تقول له انت استثنائي ومش زي الباقي عامة ولا في الفترة دي؟ عامة في الفترة دي. لعيب استثنائي اكيد يعني ممكن نقول يعني مش زمايلنا، ممكن نقول اتنين يعني، ممكن نقول طب حزم نجيب من الجيل القديم حازم وعماد مثلا يعني اتنين استثنائيين يعني. في لعبة كتير طبعا كبار
حمدي وحماده ناس كتير بصراحه يعني. بس هم كل زمايلي انا بحبهم. انا يعني بقول استثنائي يعني ومش زي الباقي. لا هم الاثنين دول دويتو يعني. مين حازم بقى؟ حازم محمد حازم وعماد سليمان. كابتن محمد حازم سواء سلوكيا وكابتن عماد سليمان. انت حضرتهم في الملعب طبعا يا كابتن. حضرتهم وكنت مقيم معاهم في الغرفه اللي هم فيه. طب في انا برضو يعني مش عايز برضو اقول كابتن محمود حسن يعني مثلا ايه كابتن محمود حسن كان فرود بالنسبه لي. لا بيلعب في نص الملعب. اللعيبه اللي ما خدتش حقها من اللعيبه الكبيره في سيحه في ناس كتير يعني. كابتن كل الناس اللي لعبوا حسن انتقل للاهلي او زمالك؟ لا لا محمود لعب في نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي منتخب مصر. بس هي المشكله ان محمود اضاع ضربه جزاء في 84 بعدها ابراهيم يوسف ضيع الناس نسهم كابتن ابراهيم وافتكروا محمود حسن محمود. لكن محمود من اللعيبه الكبيره. طب كان في لعيب اسمه حماده الرومي. حماده طبعا ابو عبد الله. اللعيبه عندنا ديفنس ابو طالب مثلا او طارق زين او او سيحه او محمود حسن او او فوزي او هاشم شحته حماده علي يونس عشان ما حازم عماد حمدي خالد عجوز فكري ناس كتير يعني مش عايز انسى اسماء. كل اللعيبه اللي كانت موجوده في نادي الاسماعيلي بامانه كلهم حتى اللي انا نسيت اسميهم عشان الوقت البرنامج. ايوه لعيبه وجهه نظري ان هم افضل مني. انا بحبهم بحب ان هم يكونوا احسن مني سواء في التدريب. انت حد جميل ومتواضع يا كابتن طارق بجد دي حقيقه. العشره العشره ما عادتش موجوده زي الوقت يعني زمان. أيوه. يعني انا كنت على حازم وعماد ومحمود نزي كنا حاجه تانية بقى بنلعب كوتشينه مع بعض مع سهرات وقعدات. لا لا مفيش بقى فيش فلوس مش انت كلهم زن بقى يجي لك حد يا كابتن الفلوس يا كابتن. الموضوع كان مختلف. بس انتوا كنتوا بتستمتعوا يعني احنا هنا بنستمتع بيكم فعلا يا كابتن طارق. ما جبناش بطولات لكن كان في اداء حلو يعني. عايز بقى الكعوب عايز الحاجات حماده اللي هو بقى الكره البرازيليه بقى عبد الله طبعا في لعيبه حمدي نوح بقى الستايل بتقف على وش رجل وحاجات الفيرست تايم. لا كان عندنا لعيبه كبيره. لا لعيبه بصراحه فعلا صعب انها تتكرر. كل الناس كل الجيل بامانه 30 لعيب. انا يمكن عاصرت كذا جيل في نادي الاسماعيلي من اول ما جيت على اول سنه جيت حضرت كابتن هندي وكابتن اسامه خليل وكابتن محسن مصطفى واشرف صابر. حضرتك الجيل ده حضرتهم اخر سنه ليهم. ايوه ايوه مرورا بالاجيال لغايه ما وصلت لغايه محمد صلاح ابو جريشه قبل ما امشي في سنه 90. كل الاجيال دي بصراحه بامانه عجوز صمك والناس دي حاجه مفرحه يعني. في برضه احمد في فكري احمد رزق وفي فكري الصغير فكري طبعا الصغير في احمد فكري واشرف خضر وسيد الحداد وطرب كل اللعيبه اللي كانت موجوده عندنا عناوي كل الناس. اللعيبه دي كلها من يا من الاسماعيليه من بورسعيد يا كابتن طارق؟ لا الاغلبيه ما كنا احنا موجودين كان الاغلبيه بره من بره من بره زي اي نادي يعني. صعب انك صعب الاحتراف ملوش وطن. بس التوليفه دي صعب ان هي تتجمع في نادي واحد يعني. بس كل الناس بتحب ان انت لو محمود حسن مقيم حاليا اما اي الناس تفتكر ان عماد سليمان من الاسماعيليه او طارق صابر من الاسماعيليه. تمام الموضوع كان حب وانتماء ما بقاش الموضوع حته بالبلد. ما نادي المصري اينو جمال جوده ناس كتيره جت مش من بورسعيد مش من بورسعيد امام ناس كتيره بقى سمبور بذاكر الناس مواهب برضو كبيره جدا. تمام موضوع الحب وموضوع الانتماء ده ما بتولدوش يعني. هو كل لعيبه نادي الاهلي من نادي الاهلي؟ لا طبعا لا بدا فاهم. ايوه المنظومه فيها حب. المنظومه كلها فيها حب فيها انضباط بتبقى ناجحه. وليه مثلا ليه الجيش يعني المنظومه قويه عندنا وماسكه نفسها؟ تمام ان في حب في تكاتف في يعني شفنا المسلسل حتى في رمضان. ايوه الناس كلها يعني بقت اقوى من الاول فعلا علشان مثلا الشهيد احمد منسي. شوف الحب ودموع الناس والكلام دي. المصريين عندهم حته الحب والكرم والحاجات دي زياده عن اي حد في العالم. طب هل ثقافه الجمهور يا كابتن طارق هل اتغيرت؟ ما هو برضه النهارده الجمهور. طب ناخد برضه حد من اسماعيليه جميل حبيبك قوي برضه يا كابتن طارق. الو الو السلام عليكم. مساء الخير يا كابتن اسامه. ازيك يا كابتن احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا استاذ اسامه؟ على كابتن طارق حاوي اسماعيليه في عصر الذهبي حبيب ربنا يخليك. الحاوي بقى ولا ملك النص يا استاذ اسامه؟ كان ملك النص وكان احرف من انجبت الكره الاسماعيليه في عصر الذهبي فعلا بجد. كابتن طارق يعني عاصر نجوم عظماء في الاسماعيليه كابتن حازم وكابتن عماد سليمان وكابتن حمدي نوح. احنا طبعا قدمنا حلقه اسماعيلاويه جميله معانا نجم كبير الكابتن طارق الصاوي. احنا اي حد في مصر بيعشق نادي الاسماعيلي يا استاذ اسامه. طبعا نادي الاسماعيلي يعني يعتبر هو الضلع الثالث للكره المصريه. دي حقيقه وانا قلت كده ونوهت عن كده. يعني نيجي نقول الاهلي للزمالك اسماعيلي المصري ده اكيد يعني ده الضلع الثالث النادي الاسماعيلي للكره المصريه يعني. فعلا دي حقيقه يا استاذ اسامه. و
وانا يعني احنا كنا يعني بصراحه يعني بنعشق لعب الكابتن طارق الصاوي بصراحه في عصر الذهبي، اني كان بيلعب بروح الفلنة وكان بيلعب بروح الجمهور وكان بيلعب بروح النادي، وكانش بقى ساعتها في الاحتراف الداخلي او كده، بس كنا بصراحه بنستمتع بالكوره يعني. حتى كان الاسماعيلي حتى لو كان بيبقى فيه هزيمه كان الاسماعيلي كان بيبقى راضي عن اداء يعني، كان فعلا في نجوم من العظماء، كابتن طارق الصاوي، كابتن حماده الرومي ابو عبد الله، تمام، الكابتن المرحوم محمد حازم طبعا، يلا حازم صح النايم حط كوره جوه الجون، دي كانت هدفات يعني جمهور الاسماعيلي كان يعني كان المشهور بيها يعني. مذاكر انت استاذ اسامه، مذاكر اه مذاكر قوي استاذ اسامه، 16 بقى في الفرقه، وكان حاجه يعني كان حاول فعلا صح، كان الكوره كانت لازقه في رجليه بصراحه يعني. تحب تقول حاجه لمجلس اداره نادي الاسماعيلي يا كابتن اسامه او للكابتن طارق الصاوي؟ والله انا اتمنى للجهاز يعني يعني اتمنى يكون ضمن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي كابتن طارق برضه يعني ما خدش حقه اعلاميا وكده، فطبعا انا اتمنى من مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان يكون متواجد داخل نادي الاسماعيلي من اجهزه الفنيه في النادي الاسماعيلي ان شاء الله. كابتن طارق يعني يعتبر درب انديه كويسه وهو عامل نتائج حلوه في الدرجه الثانيه مع نابارو مع بورتوآد، وبصراحه يعني احنا متابعينه وطالع بفرقه كويسه من الدرجه الثانيه عامل من شكل كويس. شكرا شكرا لحضرتك يا استاذ اسامه على المداخله شكراً الجميله دي. شكرا. نروح لنجمنا النهارده الكابتن طارق الصاوي اللي احنا سعداء والحوار معاه جميل جدا وشيق. انت معاكي فيديوهات يا اميره النادي الاسماعيلي؟ لا مفيش حاجه. كان يا ريت كابتن طارق، ليله بكى فيها القمر كابتن ابو تريكه وخسارته من النادي الاسماعيلي في استاد القاهرة، وقدر النادي الاسماعيلي في وسط 70,000 في استاد القاهرة، وقدر النادي الاسماعيلي انه يحطم ويكسر عظام مانو الجوزيه. يعني تحب تقول ايه عن المباراة دي؟ ماتش 4-4 4-0 اللي هو الماتش الثاني اللي هو أيوة. الماتش اللي هو في 4-4 دي حاجة قصة تانية برضه هنتكلم عنها لو في وقت. 4-4 4-0 كان في الإسماعيلية. أيوة في الإسماعيلية. كان ماتش قوي. ماتش قوي جدا. نادي الإسماعيلي كان الفترة دي يمكن مصر مانو سجل عبد الله سعيد سجل هدفين ومحمد فضلي سنه بعدها مثلا مانو السنه دي كانت بداياته، وبعد كده رجع تاني، بعد كده النادي الاهلي عامل الطفره الكبيره اللي طفره كبيره طبعا اللي عامل له اسم يعني مانو جوزيه. النادي الاهلي هو يعني هو عامل نتائج كويسه لكن لم ينجح مع حد الا مع نادي الاهلي، مع نادي الاهلي دي حقيقه. هو فعلا راجل كويس وليه فكر طبعا، لكن نادي الاسماعيلي الفتره اللي بكلمك عليها دي كان جيل قوي، هو كان فتح جيل كان هتاف اللعيبه دي كل اغلبيتهم سعد معوض، اغلبيه الجيل ده راح نادي الاهلي يعني اغلبيه الناس اللي لعبوا في كان جيل محترم طبعا، أكيد طبعا وعمل طفره في النادي الاهلي اكيد طبعا. انا فاكر كان هتاف جماهير الدراويش في المباراه دي، الاهلي الياباني الدراويش خلاه تايواني يعني، لان طبعا مباراه ماتش قوي ماتش قوي نتيجه واداء يعني حاجه متعه، كان ماتش ممتع فعلا وكان طبعا جوزيه بقى ما بيخسرش في عرض حسام الحضري أيوة. ما شافهاش جون حسني على ما اعتقد، تمام كان جون قوي. وفي ماتش قبليها برده بركات بس كانت في الزمالك من نص الملعب خد الكوره من نص الملعب حاجه 4-3 لا بركات برده النادي الاسماعيلي كان عنده لعيبه كبيره فعلا عمره يمكن دي اللي عامله حته شويه عند الناس ان الفتره دي مفيش المواهب دي. ايوه اتمنى نادي الاسماعيلي عنده لعيبه لعهد يعني لسابق عهده بقى يعني، نتمنى ان جمهور الاسماعيلي الكره الحلوه لمه الجمهور السمسميه، يا ريت اجواء الاسماعيليه بتبقى حاجه تفرح. والله كابتن احمد مصر مليانه باللعيبه فعلا محتاج بس العين اللي بتختار مهم قوي دي يا كابتن طبعا مهم ان انت بتختار، ما بقاش انا بسمع وانا بشوف بودني دي مشكله طبعا كتير بتقول له فلان كذا خلاص هو يقول لك للاسف دي في مصر دي مشكله اللي بيحصل فيها في الميديا وللاسف في اهلي وزمالك يا كابتن، ما هي دي المشكله يعني انت ممكن واحد يقول حاجه واحد يقول اي بوست واحد قاعد علق وهو الموضوع كذب فعلا، فربيت الناس يعني تتريس، لان انا وجهه نظري يعني بعيد عن السياسه انا لا اعتقد ان امريكا في يوم من الايام عملت حاجه كويسه تمام. او انك هتديك حاجه زي الفيسبوك او الحاجات اللي تبقى عادله اكيد لها حاجه وناس هتشوف الكلام ده بعد كده عمرها لم تعمل شيء كويس، لان امريكا معروفه هي تبع ايه كيان تبع كيان، فلا يمكن مصلحه بعيد عن مش عايز اخش في السياسه تمام. فالفيسبوك الناس بتستعمله احنا بنستعمله غلط، فيا ريت ان احنا ناخده للحاجه الحلوه، الحاجه ان احنا نوعي نتحد اكتر يبقى في جماعيه اكتر فعلا كان الحاجات اللي الدين بتاعنا حسينا عليها الجمعيه والحب والحاجات اللي كانت زمان دي فعلا. الجيران بقى والحاجات دلوقتي ما الناس في تباعد
عايزين تباعد طبعا عشان كورونا. كورونا بعد ما نخلص من الوباء ان شاء الله نرجع زي الاول واحسن. هنرجع بالزمن كده 18 سنه برضو يا كابتن طارق، وبالتحديد يوم 20 مايو مباراه الاهلي والاسماعيلي بقى في استاد القاهره، وكان الدوري ده الاسماعيلي احتفظ يعني هو اللي حصل على بطوله الدوري. مباراه ولا اجمل ولا اروع، يمكن من اجمل المباريات اللي اتلعبت في الدوري المصري ل 4-4 4-4 استاد القاهره. استاد القاهره ايوه ماتش قوي يعني، انت بيروح ويجي ماتش بيروح ويجي ماتش يعني السيناريو بتاعه صعب، واداؤه كره سريعه وكره هجوميه من افضل المباريات اللي شفتها بين الاهلي والاسماعيلي فعلا. ماتش ده ماتش قوي جدا جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه، مش عارف الماتش راح فين. بيروح ويجي الماتش يعني ده فعلا اللي جاب البطوله للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لان النادي الاسماعيلي هو اتعادل يعني تعادل في توقيت ده اتعادل امتى يا كابتن؟ في اخر دقيقه يعني وده كان صعب. احنا مثلا الاهلي خلاص اتقدم 4-3 خلاص الماتش خلص، والاهلي بيحتفل بقى ياخد الدوري. هو ده الفرق، ان انت الكره الحلوه لما تكون فيها الجراه في الناحيه الهجوميه ايوه تديك متعه، لما تكون في لعب وفي يعني تحفظ زياده عن اللازم مبالغ فيه مش هشوف حاجه. انا اتذكر فعلا والله المباراه دي يا كابتن يعني استاد القاهره ممتلئ عن اخره بجمهور الاهلي وجمهور الزمالك، بس يعني بيحسب لنادي الاسماعيلي ان في اخر فاضل مثلا دقيقه او دقيقتين خلاص الحكم رفع الوقت الضايع وانه كمل وهاجم وتعادل ضربه جزاء. عطيه صابر وهو اللي احرزها الاولانيه اسلام الشاطر. ضربات الجزاء في الحاجات دي عنده سبب، هو مميز طبعا وتوقيت ماتش ضاع بطوله ماتش جاب دوري فعلا جاب دوري. هو ده بقى العزيمه والاصرار يا كابتن. حته البطوله دي ما تبقاش وليده اليوم، مش وليده لحظه لا طبعا فعلا. دي تبقى انت دي محتاج اعداد كويس ومحتاج ان انت اللعيبه تبقى عارفه من اول يوم ان راح تروح تلعب على دوري. عشان كده النادي الاهلي ليه لاخر فتره نادي الاهلي او الزمالك او الانديه دي بيلعب لاخر دقيقه، اول فتره بيلعب على البطوله فعلا. الباقي نادي بيراميدز عامل طفره غريبه ان انت تكسب اهلي وزمالك وتكسبهم رايح جاي مثلا كمان فعلا. موسم جميل عكس نادي البطوله بتتاخد من الفرق الصغيره مش من الفرق الكبيره، ممكن النتائج مع الفرق الكبيره ما تبقاش كويسه زي ما بيراميدز عامل عامل بالعكس، لكن هو ضيع نقاط كتيره الفرق الضعيفه مع الفرق الضعيفه فعلا. يبقى خسران وخسران ناس كتير بيتعادل بيفرط في النقاط لان ما عندوش اللعيبه. الجمهور برده ليه شكل تاني اكيد طبعا. طبعا بيبقى عارف انت اكنه واحد في ظهرك بيفكرك بيزقك بيدفعك بيشجعك وبيعاقبك في ثواب وعقاب، لكن انت في نادي شركه عادي اتغلبت زي اتعادلت مش نفس الاحساس مش نفس الاحساس مهما دفعت من المال فعلا. الناس البشر حاجه لا تشترى بمال. انت طبعا اضرب حته الجمهور لانك لعبت في انديه جماهيريه يا كابتن طارق. الجمهور ده بيدي لك باور وبيدي لك ممكن تبيع حياتها عشان تيجي تلعب الساعه 6 قاعد لك فعلا قاعد لك، لكن انت اللعيب خلاص انت رايح فيه موظف بياخد 20 مليون وارقام بقى ارقام فلكيه، فالموضوع ده مختلف. اخدت كل حاجه ما لقيت ياخد عقده 30 و40 و50 و60 واخد الاول فعلا خلاص انت مفيش حاجه بقيه له عشان يجري عليها تمام. لكن التانيين بيلعبوا على البطوله عندهم مقاومات البطوله مظبوط. قبل ما نقفل مع حضرتك لان وقتنا فعلا انتهى، كان عندنا اسئله كتير بس الوقت ما بيسمحش، بس انت اسعدتنا النهارده كابتن طارق. سؤال بقى في عجاله اجابته في اقل من دقيقه، مع ام ضد الغاء الدوري او استكمال الدوري؟ انا مع استكمال. مع استكمال مش عشان انا شغال في مجال الكوره ايوه، لابد ان انت عوده النشاط ما مش كورونا اللي تنتصر على الشعب المصري ان شاء الله مش هتنتصر، وكل ان شاء الله يعني ربنا يقف مع الشعب ده وتلعب. مش عايز الناس والحياه ترجع يعني، عايز الجمله دي مهمه ان في ناس انديه كتير بيدور على مصلحته هنزل هطلع يعني بيحسبوها حسابات ثانيه. البطل او المصري لازم يلعب، مفيش حاجه اسمها ان ده هياخد دوري، العب العب واللي ربنا كاتب له انه هياخد البطوله هياخدها. صح. اسعدتنا يا كابتن طارق ونورتنا، وان شاء الله يبقى معانا حلقات كتير مع حضرتك لان احنا بنستمتع بنجوم الكبار نجوم الزمن الجميل كابتن طارق الصابر. انا اتمنى ان شاء الله يكون في حلقه نعرف نتكلم اكتر ان شاء الله الاسماعيلي والمصري ان شاء الله. هنعمل حلقات للاسماعيلي وللمصري ان شاء الله. الكره المصريه ومحب المصر بلدي اكيد، ده انا بحبها وبعشق ترابها واحنا بنعشق المصري وبورسعيد وان شاء الله كلنا اكيد هنموت فيها يعني دي ارضنا ان شاء الله يا كابتن. ونورت برنامج الكرة والجماهير. اعزائي المشاهدين برنامج الكرة والجماهير ارجو نكون اسعدناكم، وطبعا حضراتكم افكركم في اول الحلقة قلنا الاسباب وقلنا العلاج، والى اللقاء ونشوفكم الاسبوع القادم.